السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أكد رئيس الوزراء أحمد بن دغر عزم الحكومة على إعادة تشغيل ميناء المخا وإعمار المدينة وتطبيع الحياة فيها وتوفير الخدمات لأهلها. جاء ذلك خلال زيارته للمخا غرب تعز، وهي الزيارة الأولى لمسؤول حكومي للمدينة عقب استعادتها من ميليشيا الحوثي والمخلوع قبل أشهر. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: دلالات تحركات رئيس الحكومة في عدد من المحافظات المحررة وانعكاساتها على الواقع الميداني في تلك المحافظات، وأيضا جهود الحكومة في إعادة تشغيل ميناء المخا والمعوقات التي تحول دون ذلك. عقب زيارته لمحافظة أبين ومناطق في محافظة لحج، تأتي زيارة رئيس الوزراء للمخا لتشير إلى تطور في أداء الحكومة، وهي التي بقت محاصرة في مقر إقامة أعضائها في العاصمة المؤقتة عدن منذ تحريرها. يرى البعض أن هذه التحركات تأتي كإشارة إلى التحسن النسبي في أداء الحكومة وعلاقاتها مع القوى المختلفة، فيما يرى آخرون أن هذه الزيارات لا تعني شيئا في الواقع، وأنها ليست سوى إثبات حضور ولا تنعكس آثارها على تلك المحافظات كخدمات في إطار إعادة تطبيع الحياة فيها عقب الحرب. مشاهدينا، سنبدأ النقاش مع ضيوفنا لكن بعد أن نشاهد سويا هذا التقرير. تحركات نشطة لرئيس الحكومة تجاوزت حدود العاصمة المؤقتة عدن لتشمل أجزاء من ثلاث محافظات قريبة، بدأها بزيارة قاعدة العند وكارش في لحج، وتلتها زيارة لمحافظة أبين، ليصل اليوم إلى مدينة المخا غرب تعز. زيارات ميدانية ربما تحمل في طياتها رسائل إيجابية عن عزم الحكومة للخروج من بوتقة الحصار والإقامة الجبرية التي فرضت على أعضائها في العاصمة المؤقتة. تلك التحركات بدأت بمحاولة تطبيع العلاقات مع القوات الإماراتية صاحبة النفوذ الأمني والعسكري في المناطق المحررة، حين عقد بن دغر سلسلة من اللقاءات مع قائد القوات الإماراتية في عدن ليعلن عن تدشين مرحلة جديدة من التقارب النسبي والمشروط بعدم الخروج عن النص الذي ترسمه الإمارات للأطراف المحلية. عقب التقارب المعلن شهدت الخدمات نوعا من التحسن الذي انعكس على قطاعات الكهرباء والخدمات وتحركات المسؤولين الحكوميين، على الرغم من استمرار الانقسام في العمل الأمني والعسكري ورفض تسليم مبنى المحافظة للمحافظ الجديد من قبل المحافظ المقال والمدعوم إماراتيا. وصول رئيس الحكومة إلى المخا يراه العديد من المراقبين جزءا من سياسة التطبيع ومحاولة إضفاء الشرعية على التحركات الإماراتية بشكل منفرد بعيدا عن الرئاسة والحكومة اليمنية في الساحل الغربي، وهو اعتراف متأخر بأن الحكومة اليمنية هي الجهة الوحيدة التي بإمكانها إضفاء الشرعية على تحركات التحالف في الداخل اليمني. معركة المخا تمت لكنها لم تنتهي بعد، وما زالت الميليشيا على مرمى حجر من الميناء التاريخي وأحد أهم بوابات تهريب السلاح للميليشيا، وتسعى جاهدة للعودة إليه. وفي إطار الصورة، ما زال هناك آلاف المواطنين مبعدين عن منازلهم في المدينة منذ نزحوا عنها خلال المواجهات التي شهدتها. نجاح الحكومة والتحالف في إدارة ميناء المخا وتجهيزه لاستقبال المعونات والمساعدات وحتى السفن التجارية من شأنه أن يرسل رسائل إيجابية للعالم بإمكانية تجاوز مشكلة ميناء الحديدة، وهو ما لا يبدو واضحا حتى اللحظة، وهو ما يعني اختلاف الأجندات الخاصة عن تلك المعلنة فيما يتعلق بحركة الموانئ والسيطرة عليها. لن تتغير الأمور على الأرض ما لم تقرر الإمارات ومن خلفها التحالف تسليم إدارة الموانئ للحكومة الشرعية وتعزيز وجودها على الأرض. نبدأ نقاش مشاهدينا، وينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن وزير الثروة السمكية فهد كيفاين. مساء الخير معالي الوزير. معالي الوزير، هل تسمعني؟ معالي الوزير، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بمعالي وزير الثروة السمكية فهد كيفاين. أيضا سينضم إلينا من عدن رئيس تحرير صحيفة الغد الصحفي فتحي بالأزرق. لا أدري إن صار فتحي جاهز معنا. فتحي، مساء الخير. إذن مشاهدينا، موضوع حلقتنا اليوم سيتم مناقشة زيارة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر إلى محافظة أو إلى محافظة تعز في مدينة المخا تحديدا. هذه الزيارة تعد الزيارة الأولى لمسؤول حكومي بعد
أن تم تحرير هذه المدينة. البعض يرى أن هذه الزيارة تأتي في سياق يعني توجه حكومي في إعادة تطبيع الحياة وأيضا تحسين الخدمات في هذه المدينة. إذن مشاهدينا سنذهب إلى فاصل قصير ريثما تجهز الاتصالات. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، نرحب مجددا بمعالي وزير الثروة السمكية السيد فهد كفاين. مع الوزير مساء الخير. حياكم الله مساء النور. أهلا بك معالي الوزير. تحركات مكثفة تجريها أو يجريها رئيس الحكومة، ما هي انعكاسات هذه التحركات على الواقع في المحافظات التي زارها مؤخرا؟ طبعا تحركات دولة رئيس الوزراء ومعه الحكومة في المناطق المحررة هي حقيقة تأتي تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وفي إطار سعي الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن إلى تحسين مستوى الخدمات في المحافظات المحررة، وأيضا تحسين مستوى الأمن وتطبيع الأمن في هذه المحافظات. مثل هذه الملفات هي ملفات صعبة في الحقيقة، ما ورثناه من نتائج حرب الميليشيات الحوثي وصالح على البلد بشكل عام، كانت نتائج كارثية كبرى وهزت في الحقيقة البلد وأنتجت مآسي كثيرة، سواء على مستوى الدمار الذي لحق بالمنشآت أو حتى في عملية إسقاط منظومة الأمن بشكل عام وإسقاط مؤسسات الدولة. الحكومة منذ عودتها إلى عدن حرصت بأن تعمل بالتوازي مع هذه الملفات، سواء كان ملف الأمن أو ملف التنمية والتعافي وإعادة الإعمار بشكل هنا في هذه النقطة معالي الوزير، في العاصمة المؤقتة عدن تحديدا، ما هي التطورات التي يمكن القول أنها تسير على طريق إعادة تطبيع الحياة في المدينة بشكل عام؟ نعم طبعا الـ كلنا ومعنا المواطن في عدن وفي بقية المحافظات لمس التطور الإيجابي، سواء كان في منظومة الكهرباء أو بقية الخدمات. يعني نشهد الآن إعادة سفلة شوارع وطرق داخل عدن، نشهد تحسن في ساعات تشغيل الكهرباء، نشهد أيضا مشاريع بعضها يضع لها حق الأساس والبعض يعني أصبحت جاهزة، معنا المجمع القضائي، معنا مبنى الحكومة، هناك الكثير من المنشآت الأخرى. قبل أمس وضع دولة رئيس الوزراء حجر أساس لإعادة وصيانة مستشفى لاصيب ومنشآت أخرى. أيضا كانت الحكومة أو جزء منها مع رئيس الوزراء قبل أيام في أبين، وأبين في الحقيقة عانت الكثير من الحروب الظالمة عليها وعلى أبنائها وعلى بنيتها التحتية. هناك توجه الآن لإعادة الإعمار ولتحسين وضع الخدمات في أبين، هذا الأمر أيضا سيحصل فيه. لكن يا معالي الوزير، هل يمكن القول أن هذه التحركات تشير إلى أن الأرضية السياسية التي تتحرك فيها الحكومة أصبحت مهيئة للانتقال إلى طور معالجة الإشكاليات القائمة في المجال الخدمي وإعادة الحياة إلى المدن المحررة، بعد أن عاشت هذه المحافظات لحظات عصيبة من التجاذبات السياسية خلال الفترة الماضية؟ لا، ليس أمامنا إلا أن نصمد في هذا الاتجاه، ليس أمامنا إلا أن نمسك بهذه الملفات بالتوازي. طبعا الدولة والشرعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ومعه الحكومة توري ملف المقاومة وملف إعادة تحرير المحافظات التي لا تزال تخضع تحت سيطرة الإنقلابيين أو لاهتمامها، لكن بالتوازي مع هذا العمل أيضا يحدث ملفات أخرى تتعلق بتأمين
المحافظات المحررة وإعادة الخدمات بصورة تدريجية. الوضع صعب، الوضع غير مثالي، فعلا غير مثالي وصعب جدا. لكن يا معالي الوزير، فيما اذا عدنا لموضوع الزياره التي اجراها اليوم رئيس الوزراء الى مدينه المخا، هل تشير هذه الزياره الى اعاده تشغيل ميناء المخا يعني بصوره قريبه؟ نعم نعم نعم، كلما حررنا محافظه او جزء محافظه من 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 ايدي الميليشيات الانقلاب، كلما بدات فيها فورا الحركة وإعادة تطبيع الحياة من جوانبها الأمنية والاقتصادية والخدماتية. لابد بأن يلمس الناس نماذج إيجابية في المناطق المحررة، وهذا ما تحاول الحكومة بأن تصنع. هناك صعوبة فعلا وهناك شحة في الإمكانيات، لكن لن نقف، ومعنا أشقائنا في التحالف الذين لا زالوا وكانوا ولا زالوا يمدوا لنا يد العون في الحرب وفي السلم، وبالتالي نحن فريق واحد مع التحالف لإعادة الحياة وتطبيعها في هذه المحافظات. نعم، لكن يا معالي الوزير، من يدير هذه المحافظات والمناطق أيضا المحررة؟ هناك يعني من يقول أن هذه المحافظات ما زالت تدار من طرف بعيد عن سلطة الحكومة الشرعية. المحافظات المحررة تديرها الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية والحكومة، والحكومة متواجدة في العاصمة المؤقتة عدن، وهي في عمل وحركة نشطة وتواصل مع بقية المحافظات المحررة. نعم، لكن في الوقت الذي تشدد فيها الحكومة من استعداداتها لاستقبال حركة التجارة وأيضا الإغاثة القادمة إلى ميناء الحديدة عبر الموانئ أو عبر الموانئ التي تسيطر عليها، نجد تلك الموانئ لا تخضع لسيطرتها فعلا. كيف يمكن فهم هذا الأمر؟ أي موانئ تقصد؟ الموانئ ميناء عدن، ميناء الحديدة، المكلا، المخا. لا أعتقد أن هذه مقارنة صائبة بين ميناء عدن وميناء الحديدة. كيف يمكن أن تذكرهم في سلة واحدة؟ ميناء الحديدة لا زال يخضع لميليشيات الانقلاب، وبالتالي هذا الميناء الحيوي والشريان. عفوا، هنا الحديدة مع الوزير، يعني دعنا من التركيز على ميناء الحديدة، ولكن هناك المكلا مثلا. الموانئ تديرها الحكومة الشرعية. نعم، إذن وضحت الصورة. شكرا لك معالي وزير الثروة السمكية السيد فهد كفاين. ينضم إلينا أيضا من عدن رئيس تحرير صحيفة الغد الصحفي فتحي بالأزرق. إذن فتحي ليس جاهز، سينضم إلينا من كوالالمبور المحلل السياسي الدكتور فيصل علي. دكتور فيصل، مساء الخير. نعم، مساء الخير دكتور فيصل. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور فيصل. فيما يخص زيارة رئيس الحكومة إلى المخا تحديدا، ما الذي تعنيه خصوصا وأننا لم نرى بين مرافقي أحد من مسؤولي محافظة تعز كما جرت عليه العادة في زيارته إلى المحافظات الأخرى؟ على الحكومة أن تزور كل المناطق المحررة، وهذا شيء طيب إذا كان في إطار عمل الحكومة وفي إطار بحث الحكومة عن إرساء دعائم الاستقرار في هذه المناطق وتقديم الخدمات، فهذه زيارة طيبة. لكن أن تكون هذه الزيارة بناء على دعوة من جهة خارجية وكأن الرجل ذهب ضيفا عند جمعية الهلال الأحمر الإماراتي أو عند أي مجموعة لا أدري، شاهدنا في الصور حضور رئيس الوزراء وبجواره يعني جنود من الإمارات. نعم، لم تكن صورة الرئيس موضوعة بين الصور فوق يعني على حائط تلك الخيمة، وإنما كانت صور إماراتية لا تعني لليمنيين شيئا. كان الأقدر بمعالي دولة رئيس الوزراء أن يرتب زيارة أكثر عملية من هذه الزيارة التي ربما هي لجهة معينة وليست للمخا بالتحديد. لا يوجد هناك بين السلطة المحلية من بين أعضاء السلطة المحلية في محافظة تعز، والمخا هي تابعة لهذه المحافظة،
كان الأقدر أن يكون هناك من، لكن هل الظروف مهيئة له بأن يتحكم في مسار هذه الزيارة؟ هي بالطبيعي أنها القوات الإماراتية المسيطرة على المخا، كان من المفترض أن يكون هناك من السلطة المحلية في تعز من يستقبل رئيس الوزراء كما جرت العادة والبروتوكولات، لكن أنت تعلم ويعلم الأعزاء المشاهدين والناس وكثير من الناس أن تعز اليوم مفصولة عن المخا، بدل أن تكون المخا ميناء لتعز ويأتي تحرير هذه المدينة كما كنا نأمل منذ 2015 منذ انطلاق عاصفة الحازم أن تكون المخا هي المدخل الحقيقي لتحرير تعز، صارت نعم. المخا اليوم شيء وتعز شيء آخر، لم يشارك نعم. يتحدث أيضا بن دغر منعت الألوية في تعز من المشاركة في تحرير نعم دكتور فيصل، يتحدث أيضا بن دغر عن البدء في عملية تشغيل ميناء المخا، لكن منذ أشهر وبعد تحرير المدينة تبدو المدينة وقد تحولت إلى ما يشبه المستعمرة الإماراتية، هل ما تزال الحكومة قادرة على فعل شيء حيال ذلك؟ ميناء المخا الآن يستخدم عسكريا لصالح قوات الإمارات للتدريب وللتنسيق ولاستقبال الزوارق الحربية الإماراتية، وصارت المخا عبارة عن محطة لنقل الجنود القادمين من دهلك ومن المناطق المستأجرة في جزر على البحر الأحمر لصالح الإمارات، يذهب المتدربون ويعودون عبر ميناء المخا، الميناء صار عسكري، المدينة لم تشهد أي يعني لم تشهد أي تطور ملموس من بعد تحريرها منذ 5 أشهر، يعني كما ينقل الزملاء هناك لا يوجد أي شيء جديد يعني على مستوى لا على مستوى الخدمات ولا على مستوى استقرار هذه المدينة، اللهم أنها تحولت من يد الميليشيات الطائفية إلى يد القوات الإماراتية الغازية لهذه المدينة. إذن ما جدوى زيارة أو تحركات رئيس الحكومة وأيضا الوعود التي يقدمها بشكل عام؟ كما قلت لك كان الأقدر بدولة رئيس الوزراء أن يرتب زيارة حقيقية لهذه المدينة وأن يكون في استقباله أعضاء من السلطة المحلية في تعز وكلاء المحافظة، تم استدعاء المحافظ الغائب عن المدينة، لكن هذه الزيارة ليست لتعز وليست لأبناء المخا كما هو واضح، وإنما بحسب برنامج رتبته الإمارات لرئيس الوزراء. هو في الوضع الطبيعي كان يفترض دكتور فيصل أن يكون محافظ تعز في استقبال رئيس الوزراء في مدينة المخا، لكن ما هو حدث أو ما هو حاصل عكس ذلك؟ نعم الرئيس عبد ربه هادي لا أدري ما هي مشكلته عندما يختار مسؤوليه ومحافظي المحافظات، دائما يختار الأشخاص الغلط الذين لا يعملون في هذه المحافظات، معظم من اختارهم مثل المعمري وغير المعمري أشخاص يعني لم يتقلدوا هذه المناصب وعملوا لأجل الناس، لكن يعني هل المشكلة في الأشخاص أم أن هناك ظروف أرغمتهم أو يعني وقفت حائل أمامهم في أن يمارسوا مهامهم؟ يا أخي الكريم هم تولوا هذه المهام في ظروف استثنائية في ظروف حرب، إذا كانوا لا غير قادرين على تولي هذه المهام، إذا كانوا يريدون فقط مناصب كانوا ينتظروا في سلم يعني مع المنتظرين، لكنهم تولوا في مرحلة حساسة، كان الأقدر بهم أن يكونوا مع أبناء شعبهم، أن يكونوا مع المقاومة مع الجيش الوطني، لكنهم يعني مثل محافظ تعز قرر السلامة والنائب نفسه ذهب ليعامل للموظفين الرواتب وغير ذلك من المعاملات في عدن وفي الرياض، وفي النهاية لم تنضبط أمور المحافظة لا أمنيا، لم تنضبط أمور المرتبات ولا شيء، وها هي الفضيحة الكبرى، يأتي رئيس الوزراء والمحافظ لا يستقبله في منطقة المخا أو مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز. نعم، لكن دكتور إذا ما عدنا لموضوع زيارات رئيس الوزراء،
هل نستطيع القول أن هذه الزيارة تأتي في إطار تقرب من قبل رئيس الوزراء من القيادة الإماراتية المتواجدة في المحافظات والمناطق المحررة، بحيث يتاح له يعني ممارسة مهامه بشكل صحيح؟ إذا كان يريد ممارسة مهامه بشكل صحيح كان عليه أن يرتب الزيارة بروتوكوليا كما هو متعارف عليه، لكن يبدو أن هناك كما يقال يعني أن هناك تقارب بين رئيس الوزراء الحالي بن ثغر والقوات الإماراتية المتواجدة في السواحل اليمنية في عدن وفي سواحل تعز. هناك ربما تلميع لرئيس الوزراء، ربما هناك صفقة قادمة يعني تسمح له بالاستمرار في منصبه وبالتنسيق مع الإمارات، لكن هذا التنسيق الحاصل اليوم والحاصل هذه الأثناء يمس بالسيادة اليمنية. نعم. لماذا لم ينتقد عدم وجود صورة رئيس البلاد في الغرفة التي كان فيها وفي الخيمة؟ كان يعني الآن الناس ينتقدون عدم وجود صورة الرئيس، لماذا لم ينتقد بن ثغر هذه السلبية، ولماذا قبل أن يتصور مع هؤلاء الذين لا علاقة لهم باليمن؟ إذا كانوا يحترمون اليمن ودخلوا بشراكة معها وأتوا للمحافظة على اليمن وإعادة الدولة واستعادة الشرعية، استعادة الدولة وإعادة الشرعية إلى الحكم، كان الأجدر بهم أن يتعاملوا بروتوكوليا وأن يحترموا مشاعر الناس وأن يتركوا هذه الاستفزازات التي تباعد ما بينهم وبين أهدافهم المعلنة سابقا. أهدافهم الحالية تختلف تماما عن أهداف التحالف التي أعلنت في 2015. نعم، أيضا من خلال الزيارة دكتور تحدث بن ثغر عن توجيهات بإعادة تشغيل ميناء المخا، فيما السؤال الذي يقفز إلى الواجهة، هل تم أولا فعلا تفعيل ميناء عدن، وهل أصبح هذا الميناء تحت السيطرة الفعلية للشرعية في المدينة؟ بالأمس يقول محافظ عدن المفلحي أن ميناء عدن أو مدينة عدن مدينة منهوبة، لم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل، لم يتم استغلال الميناء ولم يتم تشغيله منذ أن كان هذا الميناء مؤجرا على دولة الإمارات من قبل النظام السابق. تم تعطيل ميناء عدن، فهل اليوم سيشغلون ميناء عدن أو ميناء المخا أو يقومون بأي أنشطة تجارية أو أنشطة تدر على الشعب اليمني الأرباح أو على الحكومة أو على الدولة أرباحا يعني في هذه المرحلة وهم المسيطرون عسكريا على هذه الموانئ وعلى السواحل؟ بالعكس، لا نتوقع منهم أي عمل أو السماح بعمل الحكومة أو السماح بتشغيل هذه الموانئ تشغيلا فعليا بحسب طاقتها الاستيعابية وبحسب موقعها. هم لا يريدون إلا تعطيل هذه الموانئ لصالح ميناء دبي وبئر علي خلف يعني في الجهة الثانية من الجزيرة العربية في في البحيرة المغلقة كما تعلم. نعم، إذن أشكرك جزيلا المحلل السياسي دكتور فيصل علي، كنت معنا من ماليزيا. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. لم يتبقى سوى أن أشكر ضيوفي معالي وزير الثروة السمكية فهد كفاين، كان معنا من عدن، والشكر أيضا للدكتور فيصل علي. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل كمال حيدرة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.